شوي أهم توقعات مواليد الحمل بسنة 2021. هالسنة بدي أقوله للحمل هي سنة التحرر والانطلاق، يعني لح تتحرر من كل المشاكل يلي واجهتك بسنة 2020 ويلي ما رح بقى تشوف مثلها بالإجمال. عم نحكي طبعاً وغالبية مواليد الحمل أوقات دايما بيكون في استثناءات. هالسنة رح تستعيد الثقة بالنفس بعد سنة دقيقة جدا عانيت منها، وبقدر أقول لك إنه هالضغوط انتهت وإنه في اليوم البحث عن قرارات جديدة بحياتك مختلفة جدا عن سابقاتها، بتحمل لك الأفراح والوعود والأجواء الجيدة والعزبة وبتاخدك من مكان إلى مكان أكثر هناء وأكثر هدوءا. كوكب ساتيرن وجوبيتر هو كوكبين أساسيين مثل ما بتعرف، رايحين من مربع مع برج، كانوا عم بيشكلوا لك مربع قوي ببرج الجدي، لح ينتقلوا هلأ إلى برج الدلو. بالدلو لح يكون الجو أفضل بكتير. سنة الماضي كانت سنة صعبة مثل ما قلنا، السنة لح يكون في عندك وفرة على أصعدة مختلفة مالياً عائلياً وصحياً. تنطلق نحو آفاق جديدة وبتزول عمامة كانت موجودة عندك وأدت لالتباس وإحباط. كل الأبراج، كل المواليد ببرج الحمل رح يكون عندهم الحظ إلى جانبهم ويدفعهم إلى القيام ببعض الأعمال الجيدة حتى يقلبوا صفحة ويتوصلوا لإنجازات وربما إلى جديد بفضل مخيلة عزبة كتير وصخ وكتير صاخبة بتأديهم إلى خيارات جديدة. عزيزي الحمل، الخارطة يلي موجودة هلأ كتير مهمة، يعني ما بتصير مرتين بالحياة كتير إنك تعرف لقاء ساتورن وجوبيتر سوا، ولقاءهم بالدلو بحب أقول لك إيجابي جدا جدا عليك. أنت بين الأبراج يلي عندها أكثر حظ بهالسنة، في عندك صداقات، انفتاح على مجتمعات، قدرات كبيرة بتصير عندك، وبصير في استثمارات، يمكن تبلش مشروع جديد أو عمل جديد يمكن ما خطه في السابق، رح يكون كتير جديد عليك. بتلفت نظر بعض المؤسسات أو بعض المسؤولين يلي بيدعوك للقيام بمهمة يمكن تكون سرية في بعض الأحيان، ومطلوب منك العمل المتكتم حتى تقدر إنك تأديها. هاي سنة التغيير والنهوض والانقلاب على أوضاع سيئة عانيت منها، كما سنة المبادرات وسنة المفاجآت. نعم عندك مفاجآت السنة. بالحب أنت أمير، سنة الجاذبية بتمارسها والكاريزما بكل المجالات، ويمكن يولد بهالوقت حب كبير بالربيع، وفينوس بيحمل لك بالصيف خيار يمكن يحيرك، وبينتظرك حب جديد بين أذار وبين نيسان والأسبوع الثاني من أيار لبداية حزيران. شو بيصير بأواخر حزيران؟ بأواخر حزيران يمكن يغمر الحب حياتك، وهالشي بين أواخر هالشهر و22 تموز جولاي. إذا خاصمك شوي بالخريف بينهي السنة ماسك قلبك نحو الأفراح، تشعر إنها سنة من النعم الفلكية يلي بتعيد البسمة لوجهك. أيضاً هي سنة الأسفار والفرص الكتيرة للتنقل ومقابلة بعض الشركات والمؤسسات، وبتظهر خلالها كفاءتك وبتطل على عروض مميزة ونشاطات غير تقليدية. آخر شيء بدي أقولك تتحسن صحتك هالسنة إذا عانيت السنة الماضية من بعض التراجع في بعض نواحي هالموضوع. الحياة العائلية بتمر ببعض الانفعالات، وطبعا توقعات الشهرية هي يلي بدك تطلع عليها دايما وتراجعها تتعرف شو عم بيصير، أو بالكتاب كتاب الأبراج لسنة 2021، وهيدي أول مرة بعرضه نسخة وحدة لحديت هلأ وتفردت فيها سيدتي.